مشيع. أهلا بكم في بيتنا، أهلا بكم في عائلتنا، أحداث ومغامرات يوميات حياتنا، مع أنس أبو الاختراعات، وإيمان ست الأميرات، ويوسف المشاكس، وجاء قائد العمليات، وأحلى بابا في العالم من عائلتي مشيع. هل أنتم مستعدون؟ مستعدين. حسناً، اختاروا البوابة التالية. اسمعوا اسمعوا صوت طبل. أيها الناس، حاكم البلاد يدعوكم إلى حفل كبير في قصره. أيها الناس، حاكمنا يريد اختيار عروس لابنه الوحيد. أظن أني عرفت هذه الحكاية. وأنا مثلك، أعرفها من وقت ما كنت طفل صغير. اسمه لقلق. لقلق. مثل العادة، المانجا والفواكه المشكلة خياره المفضل. أو يمكن عشان فيها قطع فواكه حقيقية. تعالوا يلا لا تخافوا، هذه إلكم. أنتي بخير؟ هاتي يدك، هاتي. أنا راح أشيل الحطب عنك. شكراً لكم، لا وقت للراحة، أخشى أن توبخني خالتي. خالتك؟ توبخك؟ ليش؟ أناديها خالتي لأنها قريبة لي، أعيش في منزلها بعد أن فقدت والدي. علي الإسراع لمساعدة خالتي وبناتها لأنهن سيذهبن لتلبية دعوة الحاكم. مع السلامة يا بنتي. معناها هذه بطلة الحكاية، وكده راحت خالة سندريلا وبناتها للحفلة اللي عاملها الحاكم، والمسكينة سندريلا قعدت تحلم أنها معهم. بس اللي صار بعد كده كان أغرب من الخيال. حين كانت سندريلا وحدها في البيت، سمعت دق خفيف على الباب. مرحبا سندريلا. من أنت؟ لا يهم من أكون، تحلمين بالذهاب إلى الحفل وأنا سأحقق لك حلمك. ولكن أخشى أن... لا تخافي، المهم أن تنفذي ما أقوله. هيا اتبعيني بسرعة. تحتاجين إلى عربة وحصانين. ما هذا؟ ابتعد يا ولد. ها؟
العودة قبل منتصف الليل، وإلا فستبقين خادمة لتلك المرأة القاسية إلى الأبد. جيد، فهمت، لن أتأخر. وبعدين إيش صار؟ اسمعوا، حين وصلت سندريلا الحفلة؟ شافها ابن الحاكم وأعجب بيها. وفجأة عيون سندريلا شافت الساعة الكبيرة اللي على الجدار، وعرفت أن باقي دقائق قليلة لين تكون في البيت. أين هي؟ أين؟ اختفت، ابحثوا عنها بسرعة. ارجع يا يوسف. يوسف، مرحبا، تفضل، هذا حذاء سندريلا. رائع، سأبحث عنها في كل مكان. بعدين قضى ابن الحاكم طول الليل وهو يدور على صاحبة الحذاء. صباح الخير. صباح الخيرات. أخبروني، هل تعرفون صاحبة هذا الحذاء؟ صراحة أنا أعرفها. هيا هيا أخبرني بسرعة. اسمها سندريلا وتعيش في هذاك البيت. شكراً يا صديقي. مبروك مبروك. شكراً لك. شكراً. لحظة لحظة، صورة لنا كلنا مع بعض بهذه المناسبة السعيدة. يلا يا أولاد، إيش العبرة من الحكاية؟ لازم ما نفقد الأمل مهما كانت الظروف صعبة، ولازم نصبر ونصبر حتى يجينا الفرج. صحيح، أحسنت يا إيمان. أحسنتم. هيا بسرعة استعدوا للحكاية التالية. ممتاز. ها